وللحديث عن الفساد في رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي. حياكم الله أستاذ علي. سلام، بارك الله بكم. أهلا بك أستاذ علي. بداية، يعني كما تعلم 175 ألف متجاوز على رواتب الرعاية الاجتماعية يكلفون الموازنة 221 مليار دينار. برأيك ما الذي تعنيه هذه الأرقام؟ هذا يعني لا توجد تجاوز، يعني بدءا هذا ليست خطأ ولا تجاوز، هذا عمل مدروس، والرقم يفوق ذلك العدد بأضعاف. هذا عمل مدروس، هناك ميليشيات وهناك مسميات وهناك جهات تعتاش من هذه الرواتب الرعاية الاجتماعية التي يفترض أنها تذهب لأكثر الناس حاجة في العراق. يعني هذه رواتب الرعاية الاجتماعية حتى الآن لم تشمل آلاف من عوائل المغيبين قسرا، وعشرات الآلاف من عوائل المعتقلين، لكنها للأسف تذهب إلى جيوب ميليشيات وأحزاب تستلم عشرات. هناك يعني ميليشيات، أفراد من هذه الميليشيات يستلم 5 أو 6 أو 10 رواتب. يعني لا يوجد خطأ في الأمر، يعني حتى يعني هو أمر مدروس، ولكن من هم المشاركون فيه؟ نفس الأحزاب والميليشيات التي تنهب العراق. هؤلاء يعني لم يبقوا شيئا، لم يسرقوا حتى أموال الفقراء. يعني هذا لو رجعنا إلى رواتب الإعانة الاجتماعية، هي مخصصة للعوائل اللي تسمى بين قوسين العوائل المتعففة، يعني العوائل الأكثر فقرا والأكثر حاجة. يعني الإنسان اللي يسرق منها من قوت هؤلاء العوائل، مع أنها هي رواتب يعني ليست كثيرة، لكنها حين تجتمع وحين تسرق بعشرات الآلاف وبمئات الآلاف أكيد راح تكون أرقام كبيرة بجيوب السراق. طيب أين الدور الحكومي؟ أين الدور الرقابي؟ الهيئات الرقابية كلها غائبة عن هذا الموضوع. ليست غائبة، ومتأكدة وتعلم ومتابعة لهذا الأمر، لأن الهيئات الرقابية والمسميات اللي يفترض أن تدقق وتراقب في هذا الموضوع، هذه كلها ترتبط بميليشيات وأحزاب تجدها مستفيدة من هذا السرقات من هذه الأموال. ولذلك يعني في ظل انهيار منظومة القضاء والرقابة، العراق واحد من الدول يعني مئات المليارات والعقود تسرق يوميا، يعني لا تجد من يدقق ويبحث عنها. طيب هذه الرواتب وهذه الأموال المسروقة يعني بعمليات الفساد، فيما لو وصلت إلى مستحقيها كيف لربما سينعكس بهم الحال؟ ما هي الإيجابيات من وصول هذه الأموال لمستحقيها؟ أكيد يا سيدي، هذه الأموال إذا وصلت لمستحقيها تستخدم لشراء الملابس، للعلاج، خصوصا وضع العلاج الآن، يعني الرعاية الصحية غيرها من الأمور راح يكون لها انعكاس حقيقي، على رغم أنها زهيدة لكن راح يكون لها انعكاس وتأثير حقيقي على العوائل. وأكد أنها مخصصة للعوائل الأكثر فقرا، للعوائل المتعففة. أيضا هل هناك دور للمنظمات الدولية لربما المعنية بشؤون هؤلاء الفقراء ويعني حقوق الإنسان بشكل عام؟ يا سيدي، هذه المنظمات الدولية أيضا ضحية لهؤلاء السراق. المنظمات الدولية دفعت مئات الملايين الدولارات، يعني من دول أوروبا ومن كثير من الدول دفعوا مئات الملايين الدولارات عن طريق منظمات إنسانية وهمية أيضا تسيطر عليها الميليشيات، وخصوصا في سهل نينوى والموصل، ومشتركة في هذه العملية. يعني هناك مافيات الآن، توجد مافيات الآن هي اللي تتابع عمليات يعني المنظمات الدولية الإغاثية العالمية، أيضا ضحية لهذا الأمر. الوضع في العراق يحتاج إلى لجان رقابية حقيقية حيادية حتى يعني تكف يد الميليشيات
والأحزاب المتنفذة التي تنهب مساعدات الفقراء سواء من الداخل التي تأتيها من الداخل أو من الخارج. طيب بالنسبة للميليشيات والأحزاب التي ذكرتها، كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ هل تتعامل معه بالإنكار أم باللامبالاة؟ باللامبالاة، لأنه لا توجد رقابة ولا يوجد قانون يحاسبها. هذه ميليشيات يعني شبت عن الطوق وخارجة عن القانون، وميليشيات إجرامية يعني ينطبق عليها مقولة من يعني شلون من أمن العقاب أساء الأدب. من يعاقب هذه الميليشيات إذا كان القضاء؟ نحن لدينا تسجيل يعني رسمي، هذا العامر يقول نحن نهدد القضاة، والقاضي الذي لا يستجيب يفعل به كذا وكذا. فإذا العراق يعاني من انهيار منظومة القضاء والرقابة والمتابعة، ولهذه الميليشيات لا تبالي بهذا الأمر. نعم. إذا كنت ضيفا عبر سكايب من برلين الناشط والحقوقي علي القيسي، شكرا جزيلا لك.